ممكن حد يزعل لما نقول او لما حد يقول الكلام ده يا كابتن ماهر؟ يعني لما نيجي مثلا نشوف مستوى منتخب مصر في مواجهه لبنان ونقول انه مش دي الروح ومش دي الاداء انت كمان رايح، وانا عارف تماما يعني مقدر فكره انك انت تروح تلعب قدام جمهور مصري في الغربه، ده مش جمهور كره عادي، ده جمهور كره رايح جواه مشاعر كتير جدا وجواه رغبة كبيرة جدا في انه يشوف بلده في احسن صورة، وبالتالي الماتشات دي بالنسبة لجمهور الكرة او الجمهور اللي بيحضر مدرجاتك تبقى الى حد كبير، وحضرتك تتفق معايا ده في ده اكيد طبعا. طبعا فلما الناس تطلع زعلانة واحنا ننتقد الاداء مش ده شيء طبيعي، ولا كده احنا بنبقى بنهاجم المنتخب او بنهد في منتخب مصر؟ لا لا احنا طبعا يعني منتخب مصر ده ارقى حاجة بالنسبة لنا، يعني يعني صعب جدا ان احنا نهد في وطننا او في او فرقتنا او في منتخبنا اللي احنا بنحبه. زي ما تفضلت احمد وقلت ان جمهور مصر الموجود في قطر يعني ده بيحضر للمباراه بقاله يمكن اكتر من شهر. ايوه هيشوف لعيبه منتخب مصر، تدريبات منتخب مصر، كل واحد بياخد ولاده طبعا وبيديهم العلم ورايحين يشجعوا وهم فرحانين، ولاء وحب للوطن. واحنا طبعا اكبر جاليه موجوده عربيه موجوده في قطر، وانت شفت يمكن مباراه لبنان المدرج حاجه تفرح جماهير مصر. فالنهارده كمان الجمهور ده له حق علينا ان هو عايز يستمتع بالكره المصريه، عايز يستمتع بلعيبه مصر، عايز يستمتع بالنتيجه، عايز يكسب، عايز ياخد البطوله. لان انت بعد ما هتمشي هو اللي هيفضل موجود رافع راسه وماشي في قطر بيتباهى بلعبته، بيتباهى بالاداء اللي اداه المنتخب المصري، بالنتائج، حتى حصوله على البطوله. فبيبقى شرف ليه بشكل كبير. فنتمنى ان شاء الله يبقى الاهداف دي احنا نقدر نوصلها له من خلال المباراه اللي جايه، ونقدر نوصلها له في ان احنا ان شاء الله نحارب على البطوله دي ونحاول ان احنا نحصل على البطوله دي عشان نهديها للجمهور الحبيب ده. طيب في حلقه وصل مفقوده في ظني يعني او في تقديري، في حاله وصل مفقوده ما بين الجهاز الفني وعلى راسه طبعا مستر كارلوس كيروش وبين جماهير الكره في مصر. جمهور الكره ما بيجي جمهور الكره في مصر بتاع منتخب مصر زي جمهور الاهلي كده، ما عندوش غير منصه التتويج، يعني انا داخل بطوله، انا كويس انا وحش، انا داخل العب على البطوله. مستر كيروش ممكن يبقى ليه فكر تاني، والراجل ليه مطلق الحريه في انه يخطط ويبني للي جاي ويحدد اولويات ويحدد اهميات براحته جدا. لكن فكره التقارب دي او فكره الوضوح في الرؤيه ما بين اللي عايزه الجهاز الفني وبين جمهور الكوره مش حاصله، ونتيجه ده ممكن يبقى بيتفصل على نتيجه هجوم كبير على مستر كيروش او نقد كتير لمنتخب مصر. ازاي الدنيا تقرب من وجهه نظر كابتن ماهر؟ هو طبعا ده دور الجانب الاداري يا احمد بشكل كبير مع الجانب الفني. يعني النهارده مثلا رئيس الاتحاد مع المشرف على الكوره مع الجهاز الفني لازم برضك يوصل له مستر كروش ان احنا مع الاداء كمان النتيجه، لان منتخب مصر اسم كبير في العالم العربي والعالم الافريقي، ويعني ولازم يكون ادائنا افضل من كده، لان احنا يعني بقالنا فترة بنعاني من الأداء اللي هو الضعيف أو المتوسط من فترات. فإحنا يعني تمثلنا مستر كروش إنه يجي يعمل بالظبط بالخبرة اللي موجودة عليها بالسي في بتاعه اللي موجود، وصوله كأس العالم مع إيران مرتين. فنتمنى إن شاء الله إن من خلال البطولة العربية أحمد إن إحنا نحط إيدينا بقى، نحط إيدينا على الجانب البدني، الجانب الفني، نحط إيدينا على التشكيلة اللي إحنا هنلعب بيها بكأس الأمم الأفريقية، التشكيلة اللي إحنا هنخوض بيها مباراتين كأس العالم إن شاء الله. فكل الحاجات ديت مهم جدا الجوانب الإدارية اللي حواليه مع الجهاز الفني يقدروا يوصلوا له المهمة دي، يوصلوا له الدوافع دي. وأنا شايف إن هو يعني بدأ يسمع على اساس ان يهمه برضك في الاول والاخر ان هو ينجح مع منتخب مصر بشكل كبير، خصوصا ان احنا عندنا لعيبه احمد مميزه. يعني القوام اللي موجود عليه منتخب مصر من الاهلي ومن الزمالك، وطبعا يمكن عشان بيراميدز مش موجود في والمصري وهو سمح لهم ان هم يلعبوا في البطولتين بتوعهم، لكن عندنا لعيبه مميزه. اللعيبه ديت مهم جدا ان هي تطلع لنا افضل حاجه عندها. وانت اتكلمت على اهم عنصر وعنصر الروح اللي احنا بدأنا بيه مباراة السودان. يعني النهارده في اختلاف بشكل كبير جدا عن مباراة لبنان. النهارده في دوافع من لعيبة التغييرات اللي حصلت، الخمسة اللي اشركهم مستر قروش واضح احمد رفعت وحسين فيصل وزيزو وعمر كمال وايمن اشرف، عاملين دوافع بشكل كبير جدا واصرار
وعزيمه ان هم يثبتوا وجودهم للجهاز الفني لجمهور مصر. فرق كبير اللي بيتابع كابتن ماهر ما يشوف منتخب بلده ويحس انه نازل في بطوله يلعب كانه تقسيمه او مباراه وديه، ونازل في البطوله زي النهارده كده اللعيبه بتجز ومن اول لحظه كانها بتلعب على نهائي البطوله، ودي الروح اللي احنا طبعاً يعني نفسنا نشوفها في منتخب مصر على طول.